طبعا هو الفيلم حكاية اجتماعية من صميم المجتمع السعودي، يحكي عن علاقة أب وابنه، علاقة غير منسجمة، تنقل خلينا نقول صراع الأجيال، أو بالأحرى ممكن أفضل كلمة التقاء أجيال أفضل من كلمة الصراع. ومن خلال هذه الحكاية حبينا ننقل صورة مختلفة عن المجتمع السعودي الحقيقي الذي نحن كسعوديين نعيشه كل يوم، يعني بعيدا عن 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 الصور النمطية التي نشاهدها في وسائل الإعلام، أو في ممكن حتى في بعض الإعلام الاستهلاكي، يعني مثل المسلسلات أو إلى آخره. حلو. هو عموما الفنون البصرية في منطقة الخليج هي متأخرة قليلا، يعني واعتقد انه حتى هي حالة عامة، بس انه في العالم العربي سبقونا بعض البلدان مثل مصر، مثل دول المغرب، سبقت الآخرين في فن السينما وفي الفنون البصرية بشكل عام. طبعا هذا التأخر وليد طبعا كي ثقافة المجتمع وتقبله مثل هذا النوع من الفنون، ولكن الآن أصبح مع تسارع الزمن ومع اتساع دائرة التعاطي الجمهور مع 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 الفنون، أصبحت من الضرورة أن تكون الفنون البصرية لها دور في 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 ثقافة الدول الخليج. والآن نشاهد هناك حراك مهم في السينما في السعودية، في الإمارات، أيضا سبق الكويت والبحرين، كان لهم أسبقية في إنتاج أفلام طويلة. طبعا ممكن نحن في السعودية تأخرنا قليلا عن إنتاج فيلم طويل، كنا ننتجه إلا مع الألفية الجديدة، يعني قرن كامل، القرن 20، لم تنتج فيلم طويل واحد في السعودية. ممكن هناك تجارب بسيطة، أفلام قصيرة أو تسجيلية أو توثيقية، ولكن الآن أعتقد نحن مقبلين على 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 فجر جديد في السينما عندنا في السعودية. صحيح. هو وزارة الثقافة عندنا في السعودية هي وزارة جديدة ومنشأة تقريبا لها عامين، ومجهوداتها كبيرة في عملية رعاية الفنون ومن ضمنها السينما لأهمية هذا الوسيط الفني. طبعا من المهم لكي تحيي السينما في أي بلد، بالإضافة إلى وجود طبعا معاهد وأكاديميات ووجود أيضا صناديق دعم وتمويل، أيضا لابد من وجود مهرجانات لأنها تعتبر نقطة تلاقي بين المخرجين والصناع الأفلام من كل العالم، لكي تشاهد أعمالهم لدينا وأيضا يشاهدون أعمالنا. ففكرة المهرجان وفكرة هي الكلمة المفتاح أو الأهم، هي فكرة تلاقي هذه الخبرات، تلاقي هذه الرؤى. وأعتقد أن المهرجانات السينمائية مهمة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون مهرجاننا في الرياض مثل روعة مهرجان مراكش. طبعا أنا أعرف مهرجان مراكش منذ أن كنت أعمل في الصحافة السينمائية، وطبعا مهرجان مراكش غني عن التعريف، والمهرجان الأهم والأعرق عربيا وشمال أفريقيا، والأسماء الكبيرة التي حضرت هذا المهرجان مثل مارتن سكورسيزي، فرانسيس كوبولا، باز كيروستامي، تدل على 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 أهمية هذا المهرجان وثقة صناع الفيلم المهمين في العالم بهذا المهرجان. وأسعدني جدا قبول الفيلم، وليس قبولا حتى في 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 شرفيا، يعني قبول في المسابقة الرسمية. وأعتقد أنه لحظة تلقي خبر قبول فيلمي كان عده إنجازا بحد ذاته. صحيح. هي السينما المغربية هي السينما المميزة في 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 المنطقة. طبعا أنا أتكلم هنا كمتابع، للأسف لم أشاهد كثيرا، فقط شاهدت الأفلام النخبوية التي تأتي للمهرجان. والسينما هي ليست فقط مجالا حكرا للنخبة، أيضا هناك الأفلام اللي تعكس خلينا نقول الثقافة داخل البلد، أفلام اللي تعرض في صالات السينما، أفلام الجماهيرية، هذه أيضا مكملة للصورة بالنسبة لي. فتعتبر رؤيتي عن السينما المغربية منقوصة، لأن فقط هي مرتبطة بأفلام يعني المخرجين المميزين، طبعا المؤلفين مثل حكيم بالعباس، نبيل عيوش، وهشام العسري وغيرهم من المخرجين. ولكن السينما المغربية سينما مميزة وتتميز بسينما المؤلف، السينما الرصينة الجادة في 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 تناول مواضيع. والله أتمنى ذلك، ولكن طبعا بناء على التجارب السابقة في الإنتاج المشترك بين العرب ما كانت تجربة محفزة يعني، لكن أتمنى أن تكون هناك يعني أفلاما مميزة تحكي مواضيع جادة. يعني قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.